بصي انا ايهاب السرجاني بيكلمني، هو محمد بكير المخرج، بيقول لي ايه احنا عايزين نعمل عروستي. قلت له ايه دي لعبه يعني، عايز تعمل برنامج؟ قام قال لي لا ده فيلم. قلت له فيلم عروستي ايه ده انتوا بتعملوا؟ احنا نقعد نلعب مع بعض طول الوقت. فحقيقي يعني لما نزلنا احنا كل يوم حقيقي كنا بننزل نلعب، يعني ما كناش بننزل. انتوا هتشوفوا الجو كان عامل ازاي، يعني كان كله حب، واحمد حاتم وجميل عوض يعني راقيين ولزاز، وانا كنت فرحانه قوي، وكانوا كان في جو كده من الحب والمشاعر جميل قوي بصراحه. انا المفروض طالعه مامت جميله وحمات احمد، لكن هتلاقي العكس في الفيلم، يعني ببقى ضد جميله طول الوقت يعني. ايوه طبعا الام المصريه النوشة بيكبروني قوي، بيكبروني قوي. اسكت، كل الناس بتقول لي كده، مش عارف دول السبب، دول السبب، دول السبب. اتجوزت وانا عندي 10 سنين وخلفت بدري قوي، فعشان بس يعني لا لذيذ. لا خلي بالك دلوقتي بقى الامهات حقيقي شكلهم صغير قوي، البنات اتجوزوا بدري قوي وخلفوا. وبعدين حلوه قوي اني الناس تقول لك انت مش باين عليك انك ام، احلى ما تبقي ام حقيقي وتعملي ادوار يعني تحس انك كبيره عليها يعني، فاهمه؟ بس يعني ده عايز جدا، ده يعني عايز اقول لك زنان بشكل غير عادي، لدرجه انه بيفكر يدرس، يعني عايز يدرس تمثيل من كتر حبه للتمثيل يعني. لا ما اعرفش، انا قلت له مش هحكم عليك يعني، لما تبقى انت حابب واشوفك على مسرح، اشوفك في عمل، اقول لك رايي. لكن انا اقول ابني بمثل، لا هعرف منين طبعا، لا 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 مش انا خالص كده. انا ممكن اقوم اقول ايه الزفت ده قدام الناس كلها عادي جدا. لا لا خالص ولا تعرف الكلام ده والله ابدا. طب اسالهم، ده انا غلبانه جدا صح. انا غلبانه جدا عايزه اقول لك يعني. بس الفيلم كمان بيتكلم عن قضيه مهمه قوي، الجواز وفكره الجواز في المجتمع العربي عامه. شايفه ازاي الفكره دي دلوقتي والمعاني اللي بتقول؟ هم ما بقاش عندهم الخبره الكافيه، بقت كل حاجه سهله يعني. لما بقى الاهل يتدخلوا في الامور وسهلوا الصعاب ويلا يلا 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 من غير فكر، من غير كل يعني. وبعدين ساعات في ناس بتتعقد من فكره الجواز من كتر اللي بيسمعوه من اللي حواليهم، لكن هي فكره يعني في ذات حدها هي يعني فكره عظيمه جدا. لو استعملناها زي ما هنشوف في الفيلم يعني، ان استشارة الاهل، الحب، المودة، الدفء، ان كل واحد ياخد حد شبهه ما يبقاش غريب عنه، ده حاجات مهمة قوي يعني. الفترة الجاية بعمل فيلم الملحد، ربنا يستر. ودلوقتي طبعا بتتعرض زي القمر اللي هو دور 1%، حباه قوي، عمل الحمد لله رد فعل قوي جدا، بنقدم فيه قضية ودي كان مهمني جدا. بس يعني انا كنت حابه الدور ده، وخصوصا لما جه بدور دم حد دمه خفيف يعني، كفيفه ودمها خفيف، فانا بالنسبه لي يعني كان صعب وسهل ممتنع، وانك ازاي تعملي كده من غير ما تنكدي على الناس قوي. فالحمد لله. وسالوس كان عظيم، فداء الشندويلي كاتب، واحمد شفيق مخرج، ومها سليم منتجه. بالتالي كنت بتعملي العمل وانت مغمضه، عارفه انك داخله تعملي حاجه محترمه يعني.